عرض تعرفوه، عرض في كل مرة تلقوه موجود في الفستيفال، في الصيف، في الشتاء، في الأعوام، في الأشهر، لكن ما نملوش منه. ممتاز، صوفي، عمل ثورة في عالم الأغاني الصوفية، قدم الكثير للساحة الثقافية، نلقاه في عديد المهرجانات. اخترت باش انه نمشي ونواكبه في مهرجان بنزرت الدولي. علاش؟ على خاطر كل عام هو موجود في بنزرت، وخاصة البنزرتية، على خاطر البنزرتية يحبوا برشا الموسيقى الصوفية، لأنه فيها الأغاني متاعهم اللي تعرفوهم كيما يا ليلى جيتك بتخيل ونغارة وغيرهم، فهي من أصول بنزرتية. هذه أكثر تفاصيل باش تتبعوه في مهرجان بنزرت، زيارة مع سمير اللجمي. خليكم تتبعوا مع زميلتي ليندا.
جمهور بنزرت اليوم متوحش الزيارة، وجمهور بنزرت جمهور خاص، وبعد غياب فترة الكورونا جمهور تونسي الكل خلينا نقولوا توحش الزيارة. نصور الزيارة اليوم رجوع بقوة إن شاء الله، كما مشينا الولايات أخرين ولقينا جمهور يستنى فينا، جمهور خاص بنزرت صحيح، جمهور كل بلاصة تنقل لجمهور خاص، أما جمهور بنزرت جمهور صعيب وسيختو معناها جو الغناية هذوما خلينا نقولوا جو البنزرتية. صحيح جو البنزرتية، ما نجدد على بعضنا، لا نحن لا علاقتنا بالجمهور ولا علاقة الجمهور بينا، معناها تبقينا كما قلت لك جمهور خاص من حيث بعض الاغاني اللي يحبها جمهور بنزرت، والحقيقه حتى الاغنيات الاخرين اللي تخص الولايات الاخرين معناها يتفاعل مع جمهور بنزرت، في كل عرض جينا لقينا الجمهور حاضر الحقيقه، فهمتني؟ اما تبقى الولايات الكل اللهم صل على النبي ملي رجعنا للتورنيه اللهم صل على النبي. شنو جديد في الزياره؟ شفنا اللي انتم قاعدين تحضروا، فما برشا تحضيرات عندكم مده معناها نصور، فما جديد؟ والله كما كنت نحكي بحكم 3 سنين تعرف الثقافة والموسيقى في تونس وكل واقف، التحذير ما ينجمش يكون على جديد، خاطر ديجا انت عندك على باز القديم يزمك تعاوده لا تنساه، معناه يزمك هذاك الجمهور اللي يحبه جديد، انك باش تعمل عرض باغاني جديدة يتطلب وقت، وناس كما قلت 3 سنين قاعدة هاتوا نرجعوا اعطيهم الزيارة اعطيهم الزيارة اعطينا نرجعوا علاقتنا بالجمهور، وهو جمهورنا يعرفنا اللي في كل موسم لازم نعطيه جديد اكسيبسيونيلمون، معناها السنه يزمهم يصبروا معنا شويه وكهو. شو تقول جمهور بنزرت الغفير اللي جاكم اليوم؟ انا جينا نحن حاضرين ان شاء الله تكونوا انتم حاضرين وكهو. عرض ممتاز جدا لأنه كله من التراث التونسي، من موسيقى وتراث تونسي، أعجبت الجماهير، والدليل على ذلك مزجوا الأغاني بالرقص وكان جو
ما يعبر عن الفرنسية إن أمبيونس فولكانيك. نحن نحبوا الجو هذايا والجو نقولوا نحن من اصيل وحاجه تطورت وقعدنا ديما نواكبوا وما ننساوش الحاجات القديمه. Yeah.
التونسية، ما شنو رأيك في الجو التونسي؟ والله العظيم أنا أول مرة أحضر حفل مثل ذي، وايد انبسطت، ما أدري تعرفون لهجتي لولا. وفهمت الكلام، فهمت شنو يقولوا. يعني أول مرة أشوف ذي الأجواء، أول مرة أحضر حفلة مثل ذي، لكن أتمنى دائما أحضر. وشنو رأيك في تونس وفي جمهور تونس؟ تونس حلوة وأهلها حلوين وطيبين والله يخليكم. كويس. أنا تونسي. تونسي، مرحبا بك، شنو رأيك في البحرين وهذه ضيفتنا من البحرين جات هون. شنو رأيك في الزيارة؟ الحمد لله أنا خمس مرات ندخل الزيارة، ديما ندخل لها. ديما تجي. ديما تجي. فما تجديد سنين. باهي كيف العادة والعوايد. ما شاء الله ما شاء الله خمسة وخميس. Yeah.
والله زيارة تحفونا، جينا all the way from the US. نحن أنا نعيش غاديكا، أخي جيت بالذمة باش نتفرج فيها أنا وعائلتي، خطرة حاجة من تقاليدنا وديما نتفرجوا فيها، ديما كل عام كيكا نجيو. أول مرة تجيها زيارة؟ لا ثالث مرة. فما تجديد؟ والله لا كيما كل عام، فهمتني؟ المشكلة برشا ناس، برشا محلاها تونس. محلاها تونس والله محلاها. يظهر لي مش غريب عرض الزيارة هذا في بنزرت، في الدورات السابقة ديما ناجح هذا العرض. يعني من خلالكم نحب نشكر جمهور بنزرت، شكرا لحضوره الجميل.
فاش لقيت عرض الزيارة؟ أنا عرض الزيارة ما فلتوش. بارك الله، قداش مرات؟ وديبة من البلايص الكل. لا فما حاجة جديدة اليوم؟ عجبتني برشا حاجات فيه. الصوت يبحاح من العياط. ايش رايك فيهم؟ برجولية انكرويابل والله. والله عجبني جو تونسي. والله اني جيت من قطر عشان نشوف هذه الحفلة وما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله، عملنا جو تبارك الله. شخنا جو تونسي وحده والحضرة قوي 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 قوي. تونسي وحده والله، سيختو في بنزرت. قوي بنزرتي وحدنا. علاش عندكم حب كبير للزيارة وللحنايه؟ في دمنا في دمنا قوي. نحبوا الجو ونحبوا اونيم لا جو دو لا في. شراوة بالضبط مانيفيك. عجبتني برشا، نحب الزيارة. أنت بنزرتية؟ اي بنزرتية. شو السر محبة البنزرتية للزيارة؟ تعجبني بلاش شكيكة. جاو تونسي واحد؟ جاو تونسي، وانا مانيش من تونس صوتك، من فرنسا. اما نحب الجو هذا. تحية تونس. تحية. فماش هذايا في فرنسا؟ اي فماش. شو رايك في العرض اليوم؟ تعجبني انا بصراحة. تعجبني. شو تقولهم؟ ميرسي بوكو، يعطيكم الصحة. والله محليها محليها مش نورمال. أول مرة تجيها؟ أول مرة والله، أول مرة. شو رأيك؟ محليها، مصلي على النبي. شفت شفت مش طيح ومش جو، محليها محليها والله. أول مرة ندخل معنا. اسمع، جو تونسي وحده ياسر حلو، حلو جو تونس مش نورمال والله. وأنتي أحلى، أنتي أحلى برشا. عايشة عايشة كم زين. محليها تونس. وأنتي ياسر حلوة برشا تونس. وجو تونس. وجمهور تونس. والله. ياسر حلوة ولا بالحق، ما احليهم. صلي على النبي مش نورمال. We'll be right back.
تونس ومعها ربي. انا نحب نقول ان شاء الله ربي بعد علينا سعر كورونا تفرهدنا يزين اوفا، خلينا نشتحوا والزياره ما تموتش. راي بالحق اكريت ما شاء الله في بنزرت كومبلي والناس على بعضها ورغم هيك وداخله يعني عباد يزيها ستريس ويزي، خلينا نشتحوا. جاو تونسي واحد، جاو تونسي واحد والحضره والبنات فوالا. شو رايك في عرض الزياره؟ عجبتنا برشا، تهبل. انت بنزرتيه؟ بنزرتيه حره. وشو سر محبه البنزرتيه للزياره؟ شو السر بتاع محبه البنزرتيه؟ خاصه الغنيه هذه يا سيده انا متاعنا متاعنا والله متاعنا. عمل جو عمل جو. شنو جو؟ شطحنا وشخنا هبه حوته نظرتيه جمليه حوته. والله احنا الشيء جرينا في الدمك التراث وكل حكايات والولي الصالحي يا بون ربي ونبي عمل اخرين ديكوراسيون كيفاش. ومن الصغرى هذيك بابا سالم يا حرار وانا جيتك في المنام وكالجماعه الكل هذوكم فهمتني. وش رايك في العرض اليوم؟ الله مصلي على النبي. هو ديما الزياره ناجح في بنزرت يعني فهم كيفاش، يعني ريتها الصيف الشتاء في بلايص صغار في المهرجان ديما يعمل كومبلي فهمت، يعني ريت كان ليله يعملوا انونس اللي غدوه فما حفله اخرى كومبلي. اسمع جو تونسي وحده كالبنادر والبخور. لا متاعنا حاجتنا بالحق انا نعرف عباد يعني ما يجيوش المهرجان جمنا فهمتني، الزياره ما تحكيش وربي يبارك لهم. محليها تونس محليها ان شاء الله ترجع تونس كيما ما كانت وكيما بالحق احنا التوانسه محلينا ولا بالرسمي. وديديكاس سبيسيالمون لتونسنا انتم الكلكم احلاكم. عرض عالمي بالحق بنزرت على الزياره. شو السر محبه البنزرتي؟ بنزرتي ياسر يحبوا الزياره، يحبوا على البنادر على الجو. وديجا عامين ما خدمتش كل على كورونا، كان اليوم 8000 قدرة ربي 13000 18000 13 ولا 18 نتأكد لك توصل لل 20 مرة هيك ان شاء الله. ان شاء الله اسمع البنيدر وكالبخور وكالجو بيان سور جو نأكد لك كان تخرج الزيارة للعالم الكل صراحة تحقق نجاح كبير برشا. وانا بالمناسبة هذه نحب نوجه حاجة لويزا. اسمع محليها تونس بيان سور، تونس بالحق ترابها محلي. انا كل عام ندخل لها الزيارة من احلى العروض اللي جينا ما فما جديد السنوات. ما شاء الله عليهم بصراحة والله. عجبتنا برشا وان شاء الله كيعاودوا هنزيدوا نرجعوا لهم زيد. جو تونسي وحده اكل. جو تونسي يا بنتي تخمبرنا خرجنا اللي عندنا الكل. الحمد لله تفرهدنا. خايفين من الكورونا لما بيسترنا الحمد لله يا ربي. محليها تونس وجمهور تونس وبنزرت محليها وبس الجمهورية الكل وبنزرتية محليهم. اسمع شنو صرب حبتكم للزيارة؟ نحبوها نحبوها عنا التخميرة البنزرتية نشحوا عليها حاسين ونتفرهدوا نحاول الجرينتا متاع الجرينتا نحاول الجرينتا ونروحوا. خلق اتعشق يعني هبيل. انت بنزرتي؟ بنزرتي. شنو صار محبتكم للزياره؟ والله الجو نتاعنا على سيدي سالم وعلى كل تخميره البنزرت تخميره بنزرتي هيك محليها تونس وجمهوريه. والله الحمد لله لربي نحى علينا الغمه وتونس وربي حبب القلوب على بعضها هيك هو جونا التونسي وحده البنادر وحده ما يجي حد كيفه جو بالحق والله.